ليش ما حد راضي فيكم يفهمني؟ يا يبغى اقول لك منصور طلقني 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 طلقني. زين واحنا شو نسوي يعني؟ تكفى انت اسكت، مو وقتك. رقيه فهمي قصده صار على شغلنا صار على معاشاتنا. فنجكم خلاص كل شيء انتهى. لا 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 قولي كلام غير فاضي. شنو هذا؟ لا لا مو كيفك. شنو لا 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 شنو يعني لا شنو؟ يبقى خلينا نتكلم بكل صراحه واقعيه. انا طالب حقوقي. اي حقوقك؟ شو طالب؟ شو تقول؟ شنو؟ ما حد فيكم راح يطالب بشيء. ترى منصور حذرني ما يبي يشوف رقعت ولا اي واحد فيكم. ها استانستوا؟ ها كلمنا عيونكم، عيونكم الحاره مستانسين ناكل ونشرب وننام ومعاشات اخر الشهر. شفتوا صار فينا؟ شفتوا صار فينا؟ لا يبا لا لا يبا صار فينا. ايش فيك يبا؟ ايش فيك يبا؟ ايش فيك؟ ايش قاعد تخلي الحاتي يبا؟ ايش فيك؟ ما في شيء. لا لا الله. لا الحمد لله يبا. ايش فيك؟ بس ما يصير يا ابو راشد نمسك ناس على شيء للحين ما سووه. انا ما اقول لك مسكوهم. انا اقول لك فري وعياله الليله بيدشون محلي قرضهم البوب، بيبقون محلي. علشان طلقت بنتهم بيبقون محلك؟ يعني مثل ما تقول انتقام. وأنا كل اللي أبي منكم تراقبون المحل وتثبتون فري وعياله، وأول ما يدشون المحل تصيدونهم. وهني افتكيت من عيال فري وفري.